عاجل. رسالة طمأنينة من البدر فرغلي بخصوص العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشر. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله القدير أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ خبر النهاردة أتمنى من حضراتكم أنكم تنزلوا تشتركوا في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. تفاصيل الخبر كالآتي: عاجل، رسالة طمأنينة من البدر فرغلي بخصوص العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشر. في اليوم 17 من السنة الجديدة وجه البدر فرغلي رسالة لأصحاب المعاشر بشأن أزمة العلاوات الخمسة، وقال لهم: اطمئنوا ولا تقلقوا، وأحب أن أقول لكم كل سنة مصرنا الغالية وأنتم بألف خير بمناسبة السنة الجديدة 2020. وقال البدر فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات صباح اليوم إن هناك أخبار منتشرة على المواقع تفيد بصرف العلاوات الخمسة خلال هذا الأسبوع، وهذا الكلام عاري تماما من الصحة، موضحا إننا بالفعل قطعنا شوطا كبير في أزمة العلاوات الخمسة، ولكنه لم يتحدد حتى الآن موعد لصرفها لأصحاب المعاشات، ولكننا نبشرهم بأن الصرف قادم لا محالة وستأخذون أموالكم في القريب العاجل. وأضاف البدر فرغلي في تصريحات صحفية اليوم إننا مستبشرين خيرا بالدكتورة نيفين الكباج وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، وسيكون الصرف على أيديها بإذن الله، موضحا إن على أصحاب المعاشات أن لا يلتفتوا وراء الأخبار الكاذبة وأن يأخذوا الأخبار السليمة والصحيحة من على لساني ولسان المسؤولين من وزارة التضامن الاجتماعي. كما تابع البدر فرغلي في تصريحات صحفية له اليوم إن الوزيرة الجديدة نيفين القباج متأكدين إنها ستساعدنا في الحصول على العلاوات الخمسة كاملة، والرئيس السيسي انتصر لكم من قبل في قرار تاريخي ولم يحدث من قبل، والرئيس يهتم بالغلابة وهو نصير للغلابة، فلا داعي للقلق، فهي مسألة وقت لا أكثر، وستصرفون أموالكم كاملة في أقرب وقت ممكن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد. شكرا ليكم على حسن المتابعة.